بص كده، دي تسييله تريحه، المكان ده اترش وهنا في تسييله نزلت عامله زي موجه كده ريجه. اللي حصل ان شاء الله ان احنا بنلزق الحاجات دي كده اهو، اهم حاجه تكون نشفت كويس تتلزق كده. بص التسييله بس هي اللي ظهرت دلوقتي، موجه كده صغيره في المكان ده. وبنبدا دي حته الصنفرة 400، وبعد كده بندرج بعد 400 بقى تبقى 2000. انا بدي بعد 400 2000 على طول. بص تبدا بص الصنفر معاك ازاي، مهم جدا تكون نشفت طبعا. بص تنزل معاك زي البودره كده اهي. بص العالي بيتاكل، واحيانا بالقطر اللي هو الشفره السلاح ده بنقعد نجيبها، ولكن هنا دي محتاجه كده هيكون افضل ان شاء الله. بعد كده بنصنفرها ونلمعها والامور الحمد لله تمام. بس محددينها عشان خاطر مش عارف ايه تلطش حواليها او حاجه. ناكل العالي كده، بعد كده صنفرة 2000 ونلمع بالبولش ان شاء الله تبقى تمام. تسلم ليكم برده. هنا كده شلنا العالي، نبدا نشيل اللزق دوت. نشيله كده اهوت. كده بص التريحه التسهيله اتاكلت ازاي. بالك تمشيه خفيفه كده، بعد كده نجيب الايه؟ ال 2000. بص كده. عايز ال 2000 بقى، بس فيها دوسرة صغيرة كده، فيها دوسرة صغيرة. ممكن إيه؟ نكمل كده. نكمل بال 2000 بقى، حلوة أوي ديت. بص نفرن ال 2000. ونبدأ الحبل بتاعنا دوت، تريحة، بعد عملية التلزيق. ده بعد 400 على فكرة. عادي أنت كده كده تقرص بال 2000. وبعد كده بولش. تلمع بالمكنة. بص بفضل الله الأمور تمام 100 100. كده عملية التلميع بالإيد أو بالمكنة بقى يعني عادي. المزانق ما يستحبش المكنة طبعا، ولكن ممكن، وبيكون في مكن صغير على فكرة للحاجات ديت. برضك القطنة، كومباوند البولش. طبعا محتاجة وش صنفرة تاني او حاجة عادي اديها.